هذه الصور الآن تأتينا ونشاهد، جاءت قبل قليل ويبدو بأنها أثر قصف على مناطق في الضاحية الجنوبية قبل قليل. هذه المواقع على الأقل، إضافة طبعا لمواقع أخرى، هي التي تعرضت للقصف بعد الحزام الناري الكبير الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف الأمين العام لحزب الله وقيادة حزب الله، مقر القيادة كما قال الجيش الإسرائيلي. ولكن بعد ذلك توالت الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف، بشكل مستمر. هذه الصور تأتي من الضاحية الجنوبية تباعا منذ ساعات الصباح، ونعرض ما يصلنا بشكل مباشر لحجم الدمار الواسع الذي من الواضح أنه نال من مباني عديدة بنسب متفاوتة، بمعنى أنه في بعض المباني كان دمارا كاملا، في بعض المباني الأخرى يبدو أن الاستهداف كان أقل تدميرا، أشعل النيران، حطم الواجهات، الشوارع امتلأت بالحجارة، امتلأت بآثار المنازل المدمرة التي يعني أصبحت موجودة على طول المواقع التي استهدفت، البيوت التي استهدفت والتي زعم الاحتلال الإسرائيلي أن هذه البيوت فيها أسلحة استراتيجية. هذا الوصف الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي للحديث عن هذه البيوت. رامز، إذا كنت لا تزال معي ونحن نشاهد يعني صورا تأتي لحجم دمار واسع في شوارع مختلفة، حزب الله يوجه ضربات، إسرائيل تقول إنها تصدت لعد